هذا يوم عالمي تحتفل فيه في 14 نوفمبر، وذلك لتوضيح وبيان مدى خطورة داء السكر وآخر مستجدات للعلاج وطرق الوقاية منه. وكذلك مثل ما قلنا هذا يوم لابد احنا نعرف فيه مدى خطورة داء السكر على جميع الفئات العمرية، سواء كانت الأطفال، مراهقين، كبار السن، من الجنسين. اليوم بنحتفل بيوم السكر العالمي، بنوعي الناس بالتحاليل اللازمة يعملوها قبل للكشف عن السكر، وبنوعيهم بالتغذية السليمة عشان يتجنبوا السكر، وبنعرفهم ايه التحاليل اللازمة والدورية وازاي يعملوا كنترول على مرض السكر اللي عندهم سكر.